ازيكم؟ جوجل اعلنت عن مصيبتين. والله زي ما بقولك كده، مصيبتين. المصيبة الاولى ان مفيش ارباح بالدولار تاني على اليوتيوب، والمصيبة التانية ان مفيش فيديوهات طويلة تاني مدتها اقل من 3 دقايق. يعني اي فيديو اقل من 3 دقايق هيعتبره شورت فيديو، وبالتالي الارباح عليه هتبقى بلح. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا واحكي لك بالتفصيل عن التحديثات، ما شوفش حد يقول لي تاني يا عم اختصر، عايزين فيديوهات قصيرة. يلا بينا نبدأ الفيديو، وتعالى اقول لكم عن اخر التحديثات اللي حصلت، ونشوف الكوارث اللي جوجل بتعملها في صناع المحتوى. من يومين كده جوجل بعتت ايميل لكل الناس وخصوصا في مصر، وعايز اقول لك ان الحوار ده مش هيتطبق على مصر بس، ده هيتطبق على كل الدول تقريبا، وهو ان ارباحك غصب عنك ابتداء من 1/5/2025 الارباح بتاعتك هتاخدها باللوكال كارنسي، يعني بالعملة المحلية. يعني لو انت في مصر ارباحك هتاخدها بالجنيه، لو انت في السعودية ارباحك هتاخدها بالريال، لو انت مش عارف ايه، يعني كل واحد هياخد ارباحه بعملة بلده، ده طبعا للأسف الشديد. الحاجة التانية قالك ايه بقى؟ قالك ان احنا مش هندعم بعد كده الدفع بالدولار في مصر، وغالبا يعني في كل الوطن العربي، يعني من الاخر كده محدش هيستلم بالدولار الا لو كان في الولايات المتحدة الامريكية. وقال لك ايه بقى؟ قال لك ان من بداية شهر ابريل او 1 ابريل 2025، فجوجل هتعمل نيو بايمنتس اكاونت، يعني هتعمل لحضرتك حساب دفع جديد على نفس الاكاونت بتاعك على جوجل ادسنس، يعني على نفس حساب جوجل ادسنس بتاعك هتعمل لك بيمنت وبروفايل جديد، وحضرتك بعد كده هتبقى محتاج تضيف فيه حساب بنكي بالجنيه المصري. الاول كان لازم يبقى حساب بنكي بالدولار، دلوقتي بالجنيه المصري، عشان كل الدفعات بعد شهر 24/25 هتجيلك بالجنيه المصري. فقال لك ايه بقى؟ قال لك لو كان عندك ارباح اكتر من 25 دولار امريكي فاحنا هنصفها لك كده. يعني ايه هنصفها لك؟ يعني هيبدأ يضربها، هيضرب المبلغ ده لو هو اكتر من 25 دولار واقل من 100 دولار، هيبدأ يضرب المبلغ ده في الجنيه المصري طبعا طبقا لسعر العملة ساعتها، ويبعتها لك على حسابك المصري او حسابك اللي بالجنيه المصري في شهر ابريل 2025. اما لو عندك رصيد اقل من 25 دولار امريكي في حسابك فدول مش هيتحولوا لك، ولكن هيتحولوا بالجنيه المصري، ويبقوا يتحولوا لك بقى بعد كده لما تعدي ال 100 دولار او فيما يعادلها، او ممكن على ما اعتقد ان هو ممكن يغير بقى حدوت ال 100 دولار دي وتبقى اقل، والله اعلم ساعتها هيبقى الرقم كام، بس يعني انا بتوقع ان ساعتها مش هيبقى لازم ان انت تكون عديت ال 100 دولار، اعتقد ممكن يخلوا بعد كده الدفعات تتبعت لو كنت عديت ال 25 دولار. فهو هنا بيقول لك لو اقل من 25 دولار احنا هنضرب في مصري ونخلي الفلوس محطوطة في حسابك، وبعد كده لما تعدي الليميت او لما تعدي الحد الادنى للدفعات هنبدأ نبعتها لك بالجنيه المصري. وقال لك المعلومة الاخيرة ان حساب الدفع بتاعك اللي بالدولار هيبقى دي اكتيفيتد. يعني ايه دي اكتيفيتد؟ يعني خلاص هيتقفل في شهر ابريل 2025. جوجل بقى تكتفي بالمصيبة دي؟ لا تكتفي ازاي؟ اضرب اضرب، محدش اضرب اضرب ولا تبالي. تعالوا بقى اديكوا ايه الضربة التانية كده علشان خاطر يعني ايه نتصدم، وبعد كده اسألكم عن رأيكم هل الكلام والتحديثات الجديدة دي مفيدة ولا مضرة. التحديث التاني بقى قالك ان من بداية 15/10 او 15 اكتوبر 2024، هتقدر حضرتك تعمل شورت فيديوز لحد 3 دقايق. زي ما احنا عارفين ان الشورت فيديو على يوتيوب اخره دقيقة، قالك لا هنخليه لحد 3 دقايق. طبعا الناس هنا هتقول طبعا دي ميزة وميزة حلوة ان احنا في خلال دقيقة ما بنقدرش نوصل الرسالة بتاعتنا او المعلومة بتاعتنا، وانا شخصيا طبعا بقع في المشكلة دي، ولكن لما يبقى الشورت فيديوز لمدة 3 دقايق فاذا هنا هيبقى معاك مساحة وقت اطول تقدر تدي فيها المعلومة بتاعتك في الشورت فيديوز، لان الشورت فيديوز زي ما احنا عارفين بيحقق انتشار اكبر من اللونج فيديوز. ولكن المشكلة هنا عزيزي وصديقي ان اي فيديو اقل من 3 دقايق بعد كده هيعتبر شورت فيديو، فبالتالي مش هيتعامل او مش هياخد معاملة ارباح اللونج فيديو، فبالتالي ارباحه هتبقى بلح بلحين 3 10 بلحات زي الشورت فيديو. فانت هنا ادالك ميزة الانتشار ولكن قلل لك من فكرة الارباح،
الا ان حضرتك تعتمد على الفيديوهات الطويله وتبدا تعمل فيديوهات اكتر من 3 دقائق، واليوتيوب نفسه عشان تكون فاهم بس هو اصلا بيريكومند ان الفيديو الطويل بتاعك يبقى اطول من 8 دقائق عشان يقدر يحط لك اعلانات في نص الفيديو. فقولوا لي بقى في الكومنتات، تفتكروا الكلام ده ميزه ولا عيب، سواء التحديث الاولاني ولا التحديث الثاني؟ وهل الموضوع ان احنا نستلم ارباحنا كمصريين عايشين في مصر بالجنيه المصري ده افيد لنا ولا لا؟ طبعا من وجهه نظري ان هو مش افيد لنا ولا حاجه، ولكن هو افيد للدوله، لان جوجل عشان تجيب العملة الاجنبية اكيد هتلجأ للبنك المركزي بتاعنا، فالبنك المركزي بتاعنا ياخد الدولار ويبعت لنا احنا الجنيهات، وبالبلدي كده نلبس احنا الفلوس. ليه نلبس احنا الفلوس؟ عشان خاطر قيمة الجنيه احنا عارفين هي بتروح في داهية كل مدى، فبالتالي انا لو كان معايا دولارات وفضلت محافظ عليها دولارات والدولار عالي او سعر الدولار مقابل الجنيه عالي، فانا بالتالي يعتبر عملت ادخار كويس في الدولار او في الفلوس اللي انا سبتها بالدولار. ولكن لما الفلوس تجيلي بالمصري فمن الاخر كده انا اول باول احتياجاتي هصرفها، ما بقاش ليها لازمه الادخار، او انك انت تروح تدخر في الذهب. وطبعا ده كلام فيستك ولا ليه اي علاقه بالاقتصاد، ولكن يعني انا بس حبيت اقول كده معلومه على السريع لان الموضوع ليه تفاصيل تانية كتير، ولكن انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان خاطر بس اقول لك الليتست ابديت اللي حصلت على جوجل او اليوتيوب في اليومين الثلاثة اللي فاتوا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج عليا على فيسبوك، ولو بتتفرج عليا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.